ان الحكومه اللي كانت تشرف بالرئاسه ديالها حققت مكتسبات تاريخيه لصالح الاسره المغربيه، ستبقى راسخه في التاريخ السياسي والاجتماعي في المملكه، حيث تسعى الحكومه الى تحقيق مبدأ الإنصاف والعدالة الاجتماعية والمجالية في مختلف السياسات ديالها والبرامج ديالها، وهو ما يتجلى في تكامل تدخلاتنا اللي كتهدف إلى النهوض بأوضاع الأسرة المغربية على اختلاف مستوياتها، على غرار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، دعم السكن، زيادة في الأجور ديال فئات عريضة من الشغيلة في إطار جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، او رفع من الحد الادنى ديال السميك او ديال السماك ديال الفلاحه. وهادشي كله هو تدخلات واجراءات لا يمكن ان تباشرها دفعه واحده الا حكومه ديمقراطيه اجتماعيه كان التزامها منذ البدايه تكريس اسس الدوله الاجتماعيه في شموليتها. حكومة تنبني حصيلتها الأساسية على شرعية الإنجازات المحققة لفائدة المواطنين والأسر المغربية. حضرة السيدة السلام، لا شك أنكم على وعي تام بالظروف والسياقات اللي تحملناها في المسؤولية ديال التدبير الحكومي. ومن هذا المنطلق كنا ملزمين بتعبئة شاملة للتخفيف من آثار الأزمة على المعيش الوطني اليومي للمواطنين ودعم قدراتهم الشرائية. فمنذ الاستقلال لم تواجه أي حكومة مغربية أزمة مركبة ومعقدة كالتي عاشتها بلادنا في السنوات الأخيرة. أزمة جزء منها مستورد بفعل الأزمة الصحية العالمية وتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية، وجزء آخر داخلي مرتبط بتوالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات المطرية. وأمام كل هذه الصعوبات كنا حريصين على مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين والحماية ديالها من الصدمات الاقتصادية المتتالية، كما عبأت الحكومة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية حوالي 10 مليار ديال الدرهم في إطار برنامج استعجالي لمواجهة آثار الجفاف. وقد مكنت مختلف الإجراءات الحكومية الموجهة اللي اتخذناها لمواجهة الإكراهات الظرفية من تراجع معدلات التضخم بشكل ملموس، حيث من المتوقع أن ننهي هذه السنة بمعدل لا يتعدى 2.5% إن شاء الله. وارتباطا بإشكالية المال، فقد سارعت الحكومة لتدارك التأخر الحاصل في تنزيل عدد من المشاريع، حيث قمنا في ظرف وجيز لم يتجاوز 8 أشهر من إنجاز مشروع طريق السيار المائي الرابط بين حوض سبو وبرقاق لتوفير الماء الصالح للشرب لساكنة محور الرباط والدار البيضاء. وستواصل الحكومة تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية تنزيل البرنامج الاستعجالي للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027 من خلال مجموعة من المشاريع المهيكلة. وفي هذا الإطار عملنا على تسريع وتيرة إنجاز محطات تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى العمل على توفير وحدات متنقلة لتحلية المياه بالمناطق البحرية وتحلية المياه الجوفية بالمناطق الداخلية، إضافة إلى ربط محطة تحلية المياه بالجوف الأصفر بالدار البيضاء الجنوبية، وربط سد دار خوفة بمدينة طنجة. وستمكن هذه المشاريع في هذه الظرفية الخاصة من ضمان استقرار حاجية المواطنين من الموارد المائية خلال فترة الصيف المقبل. ونتمنى على الله خير إن شاء الله. الله يرحمنا.
قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.